ونتابع أخيرا تكريم الرياضيين الأبطال بمختلف الألعاب في مدينة الصدر. نشكر مديرية الشباب والرياضة بمدينة الصدر تدعم لاعبيها، هذا شيء معنوي إنه لأن إحنا ما مكرمين مثلا من قبل المدينة، فهم كرمونا لاعبين مدينة الصدر، نشكرهم شكر جزيل، هذا شيء معنوي إنه. أشكر المديرة الشباب على هذا التكريم الحلو، وكلش ما قصرت وياني، وإن شاء الله أقدم الأفضل، شوفونا أحسن لهذا التكريم وهذا الحفاوة بمناسبة حصولي على الباج الدولي للعام 2022 كحكم دولي معتمد في الاتحاد الدولي لكرة الصالات. إن شاء الله أرفع اسم العراق وأرفع اسم مدينتي في المحافل الدولية. وبظروف صعبة، ظروف تقاري وظروف الإمكانات المادية والتحتية، ولكن نشوف هناك إنجازات راقية جدا، مبادرة رائعة جدا من رياضة الصدر، وأتمنى أن يكون هناك اهتمام أكثر.